السلام عليكم. Hello everyone, it's me, Dr. Ashraf. Today we will talk about grammar. We will talk about verb to have. So today we are talking about verb to have. And when I use past participle after verb to have, امتى بستخدم past participle بعد verb to have ولي. طبعا زي ما أخذنا قبل كده في فرق ما بين helping verb وما بين main verb. يعني لما نقول I have a new house, هنا have في الحالة دي هي أصلا main verb جاي عشان يعمل meaning مش علشان يعمل function. هنا اسمها content verb، يعني كلمة وليها معنى رسمي. ولكن لما أعمل sentence أقول فيها I have bought a new house، هنا الوضع اختلف. هنا اللي حصل إن have helping verb، لأن bought هي المين verb. يبقى علشان أعمل meaning من verb to have وهي helping verb لازم يجي وراها verb بس بشكل واحد بس ملهوش تاني. ما ينفعش الverb اللي يجي بعد verb to have يكون بأي form تانية، لازم يكون just in this form اللي هي third form اللي هي past participle form، لازم يكون past participle after verb to have. So after the verb to have or any of its form. طبعا هو مش لازم تبقى اسمها have، احنا ممكن نشوف have بأكتر من شكل ليها، ممكن تكون have، ممكن has، had، having مثلا. المهم أي حاجة من دول هيكون بعديها past participle لو المينينج محتاج verb مش هم main verb للمينينج. يبقى the verb after verb to have in any form of it. Have, has, had, having, past participle. Okay, يبقى لازم يكون ده وراه past participle. طيب تعال نشوف ده بشكل عملي شوية. Okay. وناخد بيج جديدة. نجرب الشكل العام after verb to have. يعني for example زي ما اتفقنا لازم نعمل analyzing كده للsentence ونتأكد إذا كنا إحنا صح أو لا. يعني for example لو هو هنا جاب لي sentence بيقول they had finish work، فأكيد هنا أنا عندي mistake إن after had ده هنا في verb، يبقى الverb ده لازم يكون past participle يبقى اسمه had finished. ما ينفعش أقول had finish. في example تاني لو قال we have seen the play، we have seen the play. Have, see، طبعا ده verb after verb to have، يبقى ما ينفعش يكون بالform دي، لازم يكون seen بال past participle بتاعها. Okay. Okay, so in this skill، احنا في السكيل دي بنستخدم verb to have as a helping verb. فلما نستخدم verb to have as a helping verb بأي form منها، يعني verb to have or has، had، having، إذا جت helping verb معناها إن مش هي اللي بتشيل meaning، إن أنا محتاج verb يكون دي meaning، فمحتاج الverb ده يكون past participle. فبالتالي
أنا بستخدم أي فورم بتكون بعد have بأي شكل من أشكالها لازم تكون past participle. past participle form. يعني زي ما شفنا كده في الإكزامبلز، لما أجي أقول they had ما ينفعش أقول finish، لازم أقول they had finished. ما ينفعش أقول we have seen، لازم أقول we have seen and so on. يبقى أنا لازم يكون بعد verb to have لازم يكون past participle form، ودي ملهاش شكل تاني، مفيش فورم تانية ممكن تكون موجودة بعد verb to have. يبقى have لازم تكون past participle form. After have past participle form. أوكي طيب، إيه تاني اللي ممكن يستخدم كهيلبينج فيرب ملوش مينينج ومحتاج وراه فيرب علشان يبقى معاه المينينج بتاعه؟ طبعا هو فيرب تو بي. طب ايه الديفرنس ما بينهم؟ اوكي تعال نشوف. طيب في هنا في البارت ده احنا هنستخدم بقى verb to be as a helping verb. طبعا تاني ال difference ما بين helping verb و main verb. لما انا اقول he is a doctor فشور هنا انا عندي is هي ال main verb فمش محتاج وراها verb تاني. ولكن لما نقول she is sweeping the floor. She's sweeping is هنا مش جاية بمينينج، هي جاية helping verb للverb اللي فيه المينينج، فالverb اللي هنا هيكون ing. بس مش دي الفورم الوحيدة بالنسبة للverb to be. بقى هنا في مشكلة إن مش دي الفورم الوحيدة اللي ممكن تيجي بعد verb to be. أنا ممكن أقول she's sweeping the floor وممكن أقول the floor is swept. ده يعني معنى كده ان ممكن تكون active form او تكون passive. فلو جت active مع verb to be بعمل حاجه اسمها continuous tense، present continuous، past continuous، او اي tense بيكون في continuous tense. اما في الباسيف form، شكل الباسيف بتاعها بيكون verb to be plus past participle. يبقى ممكن يكون في ing بعد verb to be فبيعمل حاجة اسمها continuous tense، أو يكون في past participle فبيعمل حاجة اسمها passive voice in the tense. طيب يعني معنى كده إن لازم أعرف مين اللي بدأت بيه sentence علشان أقدر أأكد إذا كان ده active أصلا ولا هو passive. طيب نشوف كده إزاي. Okay, for examples here. طبعا زي ما احنا شفنا هنا في الاكزامبلز اهو ده verb to be لوحده فهو main verb. ده verb to be وجمع ing يبقى ده continuous، بس اتاكد انه بادئ بسبجكت. طيب verb to be وجا وراه past participle ده متاح جدا، بس الجمله هنا passive، بس اتاكد اني بدات بحاجه اسمها object. Okay, فده كده part مهم جدا. الموديل فيربس بقى، يبقى احنا كده خدنا فيرب تو هاف مفيش غير شكل واحد. اوكي طيب فيرب تو بي لا ليه تو فورمز اي ان جي اور باست بارتيسيبل. طيب كويس جدا نشوف بقى موديل فيربس. الموديل فيربس او اللي بنسميها مودلز عموما، المودلز بيجي وراها برضو just one form. يبقى أنا عندي كده تاني ها verb to have مفيش غير form واحد بس هو past participle form، ما ينفعش حاجة تانية. بس جينا عند verb to be لقينا لا في اتنين، في حاجتين ينفع يكون ing وده يبقى continuous ولازم يكون بادئ بسبجكت، أو إنه يكون past participle ودي تبقى passive ولازم تكون بادئة بأوبجكت. المودلز بقى لازم يكون وراها infinitive or base form without any addition.
يعني بدون أي إضافات، لا أس ولا إي دي ولا طبعاً any changed form، لا هو past participle ولا هو ING. طب مين هما المودلز أصلاً؟ المودلز اللي هي well would can could shall should may might must. okay، كل دول اسمهم models، فدول كلهم بيجي وراهم الverb in infinitive form أو بنسميها base form without any addition. طيب نشوف examples كده ازاي. okay، يعني يعني مثلا هنا جايب لي sentence بيقول فيها إن the train will be leaving. okay، طبعا بقى احنا عايزين نفهم فكرة ايه، ان مش لازم يكون الفيرب على طول انا عندي فيه tenses تانية. ما هي will leaving، هي will leaving هي اللي mistake، يعني هو لو جابها لي هنا the train will leaving فدي mistake خالص، مستحيل. ليه؟ لأن well infinitive، فleaving لا ما تنفعش، لكن لو قال لي the train will be leaving فده صح، ده ميكس ما بين اتنين، ده future بموديل well وcontinuous بverb to be وverb ing اللي احنا لسه قايلينه من شوية. ما احنا قلنا verb to be ينفع يجي وراه ing form وverb to be بأي form ليه، من ضمن الفورم بتاعت verb to be هي be نفسها، يعني ممكن يبقى be، ممكن يبقى is or، ممكن يكون was where، ممكن يكون pen أو been. طيب يعني يقدر نقول be leaving عادي؟ آه طبعاً ده continuous. طيب هنا أنا طبقت شرط أو rule well infinitive؟ أيوة طبعاً، لأن هنا be هي infinitive form أو base form من verb to be، يبقى المفروض إن دي سليمة، ولكن لما قلنا it will leaving هي اللي غلط. ينفع أقول كمان the train may have left. للوهلة الأولى نكتشف أو نفتكر يعني إنها غلط، لكن هي صح. هي الفكرة مش ده model، تمام؟ الموديل جاي وراء infinitive، أيوة have infinitive مظبوط. have بقى have، ها لسه إيه بيجي وراها past participle، إحنا كده بنعمل mix ما بينهم كلهم، يبقى well أو أي model infinitive أهو ده صح وده صح، verb to be ing علشان يبقى continuous form اهو النص التاني، have past participle اهو صح النص التاني، يبقى may have left، may have left هي صح، may have left هي صح. okay، لكن لو قلت مثلا may had left فهي mistake، هي wrong، هي غلط. ليه؟ لان may had ده مش infinitive. لو قلت may have leave ده wrong. ليه؟ ال wrong هنا في البارت التاني، ان have may have صح، may infinitive، لكن have past participle لكن مش infinitive، يبقى المستيك في الحته دي. يبقى مش بس بناخد كل بوينت لوحدها، احنا بناخدهم كمان في حاله structure كامله ممكن تكون مزدوجه مع اكتر من طريقه مع بعض، ونبقى كده فاهمين كويس جدا structure of verb to be بكل أحواله، verb to have models أقدر أحل بيها أي questions ليها علاقة بال choice أو بال correction. okay، ونشوف practice دلوقتي كده ممكن نحله مع بعض علشان يبقى تأكيد على الموضوع. ثانية واحدة.